إذن أهلا بك سيد البكيري، كيف يمكن قراءة التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستحاسب الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها المتكررة واستهداف الحليف الاستراتيجي السعودية كما قالت الخارجية الأمريكية؟ لا شك هذه التصريحات أتت في وقت متأخر جدا فيما يتعلق ب الأخطاء الكارثية التي ارتكبت من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق برفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب. ففي اعتقادي مثل هذه التصريحات هي خرجت عن إطار أو أتت في إطار تطمين الجانب السعودي فقط، لكن في حقيقة الأمر هناك مساعي أمريكية متقدمة فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع جماعة الحوثي ودمجهم في المشهد السياسي اليمني، وكل هذا ليس في صالح عملية السلام ولا يمكن أن يذهب لحل السلام في اليمن.